مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتواصل معكم في أشواطنا في هذا اليوم والشوط الحادي عشر. ينطلق المخصص للحيل ضمن أشواطنا العامة في هذه الفترة الصباحية، ونبدأ ونتعرف وإياكم على مجرياته، ونتعرف على من تحتل المركز الأول في هذه الانطلاقة. المركز الأول مشاهدينا ومستمعينا الكرام، النزاعة تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لدياب بن غانم الشهواني، هي من تحتل المركز الأول. نتابع وإياكم إلى المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، نتعرف وإياكم على المركز الثاني ومن تصلنا ثانيا أيها الإخوة الأفاضل. وصلت السائحة للسيد محسن بن زاهرة المري. أما المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع، وصلت هنا غارة للسيد سعيد بن زايد الخيارين، والمركز الرابع تصلنا وتتدخل في هذه اللحظات جبارة لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. نتابع وإياكم المركز الخامس ومن تصلنا في المركز الخامس. وصلت في المركز الخامس بنت ظبيان لظافر بن راشد بن حباب. ظافر بن راشد بن حباب الهاجري هو من يحتل المركز الخامس مع بنت ظبيان. هكذا نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، والصدارة هناك. يا سلام مع نزاعة، نزاعة مشاهدين الكرام، اسم مرموق واسم مميز يطلق على هذه الحايل المميزة المملوكة لدياب بن غانم الشهواني اللي تحتل المركز الأول. نزاعة هي من تنتزع المركز الأول وفالها الناموس بإذن الله. نتابع وننطلق في المركز الثاني، يصلنا بن زاهرة مع شعارة مع السايحة السيد محسن بن زاهرة المري. نتابع المركز الثالث ومن تصلنا في المركز الثالث، غارة للسيد سعيد بن زايد الخيارين، هي من تحتل المركز الثالث. نتابع وإياكم المركز الرابع ومن تصلنا رابعا، جبارة للسيد فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين، هي من تحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس مشاهدينا الكرام، من تحتل المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، من تصلنا في المركز الخامس بن طبيان لظافر بن راشد بن حباب الهاجري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الكرام. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، وهناك نزاعة، نزاعة مشاهدينا الكرام تحتل المركز الأول وأيضا مرتاحة راحة تامة، ولكن هنا المرور والتجاوز والتغيير يحصل في هذه اللحظات من قبل السائحة المملوكة للسيد محسن بن زاهرة المري. السائحة تتسيح في أرضية هذا الميدان. السائحة مشاهدينا الكرام هي من تحتل المركز الأول للسيد محسن بن زاهرة المري، صاحبة إنجازات عديدة، وكل حايل معنا في هذا الموسم، وأيضا كل حايل أيضا يشارك بها أيضا مالكها، لازم لها إنجاز ولازم لها تاريخ، وكلها أيضا منجزة هذه الحيل. نتمنى التوفيق للجميع على كل حال. إذا بن زاهرة، محسن بن زاهرة المري مع السائحة ومن يحتل المركز الأول ويتسيح في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدين الكرام، نزاعة تعود ملكية نزاعة لدياب بن غانم الشهواني، والمركز الثالث تصلنا هنا جبارة لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. يا سلام يا سلام. إذا جبارة تحتل المركز الثالث كما ذكرنا للسيد فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. أما المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع، من تصلنا في المركز الرابع مشاهدينا ومستمعين الكرام، تصل هنا غارة للسيد سعيد بن زايد الخيارين. والمركز الخامس تحتل المركز الخامس بنت ظبيان لظافر بن راشد بن حباب
الهاجري هي من تحتل المركز الخامس. يعني يعذرونا يا متأخرين، يا متأخرين اعذرونا، خلاص خلاص حنا بنروح هناك مع المقدمة ومع الصدارة ومع بن زاهرة. يا سلام، الله اللي يبينا يلحقنا يا جماعة، اللي يبينا يلحقنا، حنا روحنا روحنا يا متأخرين. يا سلام، نعود هناك إلى بن زاهرة. بن زاهرة يا سلام، بن زاهرة يحتل المركز الأول مشاهدين الكرام، مع السايحة يتسيح في مقدمة هذا الشوط، اللي يلحق ما يلحق. هناك محسن بن زاهرة البري، هناك مع السايحة، وهنا في المركز الثاني مشاهدين الكرام تصلنا في المركز الثاني جبارة فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. يا سلام، الله، يلا يا غانم، يا غانم لا تخلي فهد يخرها، يلا حرك شوي، حرك يا غانم. الله، نتابع وإياكم المركز الثالث. المركز الثالث يا جماعة والله بعيد 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 كل البعد، ولكن الشهوان بن غانم ولا ذياب بن غانم الشهواني مع نزاعة في المركز الثالث والمركز الرابع. هنا جبارة للسيد، أو هنا غارة للسيد سعيد بن زايد الخيارين، والمركز الخامس وصلت في المركز الخامس، تصلنا في المركز الخامس بديعة للسيد مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. يا سلام، روحنا 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 يا جماعة. يا سلام، الله الله الله، هناك السايحة مشاهدين الكرام تحتل المركز الأول وتقود المسار، تعود ملكية السايحة للسيد محسن بن زاهرة المري، هي من تحتل المركز الأول، محسن بن زاهرة المري. ولكن الخطورة يا بن زاهرة، الخطورة هنا مع جبارة فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. يا سلام، الله، هنا المقدمة مشاهدينا الكرام مع السايحة، وتسيح هنا في أرضية هذا الميدان وتتسيح هنا بأريحية تامة في مقدمة هذا الشوط. ولكن هنا في المركز الثاني، هنا جبارة، جبارة ومع فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. يا سلام يا سلام، حركنا يا أبو سيف، حركنا شوي أبو سيف. هناك ابن زاهرة هناك يتسيد، وهناك أيضا يسيطر على مقدمة هذا الشوط. والكيلو الأخير، الكيلو الأخير، الله، اللي ما بعده إلا الناموس. السايحة ذهبت للناموس أيضا، تفتتح الكيلو الأخير مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. يا سلام، السايحة، السايحة تعود ملكيتها للسيد محسن بن زاهرة المري. الله، السايحة مشاهدين الكرام هي أيضا وصيفة معنا في المحلية الماضي، وأيضا في المرحلة الماضية من المحلية الرابع كانت أيضا لها بصمة واضحة وكان لها حضور مميز. أيضا أيها الإخوة الكرام، السايحة، السايحة هي المسيطرة، السايحة بدون أي تعليمات، السايحة تتسيح، السايحة تفتتح الكيلو الأخير. الله 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 يا السايحة، السايحة مشاهدين الكرام لمحسن بن زاهرة المري، هي من تحتل المركز الأول. وهنا في المركز الثاني وصلت جبارة لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. المركز الثالث تصلنا بديعة لسيد مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، والمركز الرابع يصلنا غانم بن منصور السيف الخيارين مع وحيشة، والمركز الخامس يصلنا مشاهدين الكرام، يصلنا هنا تصلنا الذهاب للسيد حمد بن سعيد بن لملح المري. ولكن خلاص، خلونا مع بن زاهرة يا جماعة. الله يجعل أيامك ورد وزهر يا بن زاهرة، الله يجعل أيامك، أيامك عسل. ولكن هنا يسلم مسفر بن مبارك بن مسفر، مسفر بن مبارك بن مسفر يتحرك، ولكن بن زاهرة حرك يا جماعة، بن زاهرة يا سلام، خلاص خلاص، سلام عليكم يا بن زاهرة، تهانينا لمحسن بن زاهرة المري على فوز السايحة بالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدين الكرام يصلنا هنا مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع بديعة، المركز الثالث يصلنا غانم بن منصور السيف الخيرين مع وحيش، المركز الرابع تصلنا جبارة لفهد بن سيف أبو سعيد الخيرين، المركز الخامس وصلت في المركز الخامس نوف لعيسى بن حمدان البلوي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا ومستمعين الكرام، بن زاهرة هو من تميز بزهرة هذا الشوط وناموس هذا الشوط يذهب مع بن زاهرة، تهانينا له على فوز السايحة. 9 دقائق 47 ثانية
وفاء وتماما. نهنيك يا محسن يا بن زهره يا المري على فوز الصايحه بالمركز الاول وتحقيقها بناموس هذا الشوط. اما المركز الثاني مشاهدينا الكرام فوصلت هنا بديعه قاطعه المسافه في زمن مقداره 9 دقائق 48 ثانيه